مواقف بتعرف مين اللي واقف في دارك في الشدة يكون سادر وبرضو بتبين اللي قاتل الظاهر الشر في الدنيا اللي ظاهر وحياتنا دي عايمة في مخاطر واصحابنا علينا بتتكبر طب مين يتحمل ألم السنين بيضحك وحزنه في العين مكسور لكن مش حزين مكانتش الناس بصت لينا لو كنا بنعمل هلس كانت ولا فرقة تعدينا شتمونا زمان دلوقتي خلاص سقفوا لينا استغربتوا هربتوا جيتوا عندي اتفرجتوا احبطتوني وهربتوا في الاخر انتوا خسرتوا طب فاكر 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 لما انا كنت بذاكر كنت واثق من نفسي ان هنجح علشان سالك يا دنيا في الوش بيضحكوا لك ويسموا فيك من ورا دارك تلاتة شجعوك وتلات تلاف بيكونوا ضدك وبعد ما تنجح يرجعوا لك ويقفوا كده في صفاك بكرة يجوا يصاحبوك لما يعرفوا امتى يا صاحبي عادي كله عادي خلاص خدنا على كده مفيش حد في يوم يخلص لك كلها متمردة خلاص اخدت على التنمر ونفسيتي متعودة